مهم نعرف قدي كمية الأكل يلي لازم ناكلها. سيرفينج سايز بيختلف من شخص للتاني حسب العمر، الوزن، إذا بيعمل دايت وإذا بيعمل سبور. مثلاً الوان سيرفينج من النشويات مثل المعكرونة والرز هي هاف كوب، والوان كوب هو قد فنجان الشاي. بالنسبة للبروتيين مثل الدجاج، السمك واللحمة هن قد كف الإيد تبعنا. الزيوت والبينات بوتر قد الثمب تبعنا أو ملعقة كبيرة، الجبنة قد البوينتر فينجر تبعنا أو كوب من الحليب واللبن. بالنسبة للخضرة والفواكه هن قد طابة التنس مثل التفاحة، البندورة أو كوب فراز أو كوب خس. ولازم كل واحد ينتبه للبورشن سايز يلي بتناسبه. شو قولكن؟ إذا أكلنا سلاد يعني حفظنا على وزننا؟ اعطوني رأيكن على هيدا الهاشتاج.